السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم فرونسي افيك لانيغري. اليوم غادي نشوفو كيفاش نحسبو محيط ومساحة المستطيل. اول حاجة نتعرفو على اشنو هو المستطيل. المستطيل هو رباعي، هو شكل رباعي كل ضلعين متقابلين متقايسين. لاخدينا هنا الطول ديال طول المستطيل، خدينا هاد المربع صغير كيساوي لنا 1 سنتيمتر. فاش غنجيو نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 صرنا في هاد الطول 1 سنتيمتر، فالضلع المقابل له اللي هو نيت الطول كنصيبو تيساوي 7 سنتيمتر. 1 2 3 4 5 6 7، يعني هذا كيساوي لنا هذا، نعتبرو هذا هو أ. والعرض 1 2 3 غادي نصيبو حتى هنا، كاين 3، 1 2 3 هذا بي، وهو يحتوي على 4 زوايا قائمة. 1 2 3 4، فالزوايا القائمة كتساوي لنا 90 درجة. عكس متوازي الأضلاع فهو تكون عنده كل ضلعين متقابلين متقايسين، ولكن الزوايا تكونوا متساويش، متكونوش قائمين. نشوفوا الحساب المحيط. اولا حساب المحيط، فالمحيط هو ما يحيط بالمستطيل. فما يحيط به يعني نحسبه هذا الطول ديالو زائد هذا زائد هذا زائد هذا. فاحنا غادي نحطو هنا، قلنا 7 وهنا 7، يعني غنحسبو حنا بالمربعات الصغيرين ديال تفتح 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، وهنا 3 و3، 1 2 3 4، نو 1 2 3 الأولى، 1 2 3، يعني غادي نشوفو غنحسبوهم. ف ونحسبو الطول ديال هذا بحال درنا شي خيط طولناه على هاد المستطيل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، هنا 20 هو الطول ديالو، يعني هذا هو المحيط. كيفاش نحسبوه كقاعدة اللي نبقاو دائما، يعني ماشي غادي كان عندنا واحد الشكل كبير غادي نديرو ليه بحال هكا، ما يمكنش. يعني غنديرو هنا 7، يعني هذا 7 زائد 3 زائد 7 زائد 3، يعني هاد 7 و7 معاودين، يعني 2 فيه 7، وهنا 3 زائد 3 جوج المرات، يعني 2 في 3. غنعملو بهاد 2، 2 غتبقى عندنا هنا 7، وهنا 2 غتبقى عندنا 3. فهاد هاد المهم غنحسبو نكملو بعدا. 7 زائد 3 هي 10، وعشرة في 2 هي 20، وهذه هي اللي صرناها نيت هنا. إذن وها احنا تعرفوا هاد 7 هو بي، 7 هو أ، و 3 هي بي، عامل لي 2. إذن محيط المستطيل هو الطول زائد العرض الكل في 2، يعني الطول زائد طول زائد العرض الكل في 2. بي كتساوي هنا هي أ زائد بي عامل لي 2. فاش غنبغيو نحسبو هاد المرة مستطيل محيط ديالو غنجيو نيشان. دابا غادي نشوفو كيفاش كيفية حساب مساحة المستطيل. يعني غادي ناخدو نفس الشكل، يعني هاد بغينا نحسبو مساحة المستطيل، يعني غنشوفو هادشي
بكين داخل هنا الحساب مساحة المستطيل بنشوفوا شنو كاين داخل يعني 1 2 3 4 5 6 7 7 7 زائد 7 زائد 7 يعني 7 اس لا سيرفاس اس كتساوينا هي 7 زائد 7 زائد 7 يعني 7 ثلاثة المرات يعني 3 في 7 وحنا عارفين بأن 3 هو العرض و 7 هو الطول إذا الحساب مساحة هنا هي 14 لا هي 21 سنتيمتر مربع إذا لحساب مساحة المستطيل هو A في B و A هو العرض و B هو الطول إذن مساحة المستطيل هو الطول في العرض إذن نستنتجو بأن B كتساوي لنا هي 2 عامل لـ A زائد B و S كتساوي لنا هي A في B بحيث A هو العرض و B هو الطول هذه المساحة وهذا المحيط وهنا غادي نكونوا كملنا عرفنا كيفاش نحسبوا مساحة ومحيط المربع نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.